بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابنائي وبناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، مع درس جديد من دروس الرياضيات هو القسمه على 10 و100 والف. وقبل ما ابدا شرح الدرس القسمه على 10 و100 والف، لازم الاول نراجع الضرب في 10 و100 والف. احنا خدنا قبل كده الضرب في 10 و100 والف، لو انا عندي عدد زي كده يا ريت نلاحظ الوسيله قدامي، 3.572 من 1000، يعني 3.572 من 1000 عايز اضربها مره في 10 ومره في 100 ومره في 1000. البوينت العلامه العشريه ايه؟ احنا اتفقنا وقلنا ان انا لما بضرب في 10 بحرك العلامه العشريه رقم 1 ناحيه اليمين. تعال نشوف كده، ادي العلامه العشريه مكانها فين اهي. انا هضرب في ايه؟ هضرب في 10، اروح محرك العلامه العشريه رقم 1 ناحيه اليمين، ولازم الاحظ كلمة ناحية اليمين عشان لما اخد القسمة هعرف ان انا احرك العلامة ناحية اليسار. احرك العلامة العشرية، تعالوا نشوف كده، حركت العلامة العشرية، جت فين العلامة؟ بين الخمسة والسبعة. تعالوا نحطها كده، ادي العلامة العشرية اللي انا حطيتها، يبقى كام؟ 35.72 او 35.72 من 100. طب تعالوا نشوف لو انا هضرب في 100، تعالوا نخلي العلامة مكانها زي مكانها، احط لك لون تاني عشان تبقى اوضح اكتر. انا هضرب في كام؟ في 100، احرك العلامه رقمين ناحيه اليمين، ادي رقم ادي 2، جت فين العلامه؟ بين السبعه والاثنين. تعال نحط العلامه، يبقى 357.2 من 10. طب انا هضرب في 1000، تعالوا نشوف العلامه مكانها زي ما هي، ادي العلامه مكانها. احرك كام رقم يا حلوين؟ 3 ارقام، برافو عليكم. يبقى انا احرك 3 ارقام، ضربت في 10 بحرك رقم 1، ضربت في 100 بحرك رقمين ناحيه اليمين، ضربت في 1000 احرك 3 ارقام، ادي 1 2 3 ارقام. طب هيجي طالب شاطر ممتاز يقول لي يا مستر لو جت في الاخر العلامه ما بكتبهاش، اقول له برافو عليك ممتاز. يبقى انا هنا مش هكتب علامات، يبقى الناتج كام؟ 3572، برافو عليكم. تعالوا بقى نشوف مثالين ثلاثة على الضرب وبعد كده ناخد القسمة اللي هو الدرس بتاعنا. لو أنا عندي عدد زي كده عايز أضربه في 100، تعال نشوف. إحنا اتفقنا بحرك العلامة إيه؟ رقمين ناحية اليمين، أدي العلامة إيه؟ حركها رقمين، أدي 1 2، يبقى العلامة العشرية جت في الآخر مش هكتبها، يبقى كام؟ 472. طب لو انا عايز اضرب عدد زي كده في 1000، انا عايز احرك كام رقم؟ 3 ارقام. طب انا ما عنديش الا رقم واحد بس، ايه المشكله دي؟ اعمل فيها ايه؟ مفيش مشكله خالص، احنا اتفقنا ان انا لو زودت صفار هنا مش هيأثر معايا حاجه خالص. انا محتاج كام رقم؟ رقمين، اروح مزود صفرين، حرك العلامة، ادي 1 2 3، يبقى العلامة العشرية اتحذفت، يبقى العدد الناتج يطلع كام؟ 3500. طب نيجي لحاجة جميلة جدا، لو انا عندي دي مش 1000، انا عندي دي مثلا 3000، 3000 اعمل فيها ايه؟ 3000 ديت، ال 3000 عبارة عن ايه؟ 1000 في 3 او 3 في 1000. ضربت في ال 3 الاول مفيش مشكله، ضربت في ال 1000 الاول برده مفيش مشكله. تعال نشوف كده، 5.7 من 10 اضربها مره في ال 1000 ومره في ال 3. تعال اما نشوف اما اضرب في ال 1000 اللي يحصل. احنا اتفقنا لما انا هضرب في 1000 احرك العلامه كام رقم؟ برافو عليكم، 3 ارقام ناحيه اليمين. يبقى انا اجي احرك 3 ارقام هزود هنا صفرين، يبقى كام؟ 5700 كده. انا ضربت في ال 1000 خلاص، اضرب في ايه؟ في ال 3. طيب في مشكله عندي؟ مفيش مشكله، صفر في اي حاجه بايه؟ بصفر، اضرب رقم رقم اهو، او الصفرين ينزلوا زي ما احنا خدنا الضرب في 10 و100 و1000 قبل كده بتاع الترم الاول. واضرب 7 في 5، 7 في 3 بكام؟ 21، يبقى 1 ومعايا الاثنين. و5 في 3 15، اضيف عليهم الاثنين يبقوا كام؟ 17.
يبقى يديني كام؟ 17000 وايه و100. طب احنا كده رجعنا على الضرب. تعالوا بقى نشوف الدرس بتاعنا اللي هو القسمه على 10 و100 و1000. ادي الوسيله الثانيه بتاعت القسمه. ركز معايا كويس جدا ابنائي الطلاب، يا ريت نركز في الوسيله عشان مهم جدا اعرف انا بعمل ايه. ادي القسمه اللي هو الدرس الجديد بقى اللي انا هبدا اركز عليه دلوقتي. اهو عند عدد زي كده 357 و2 من 10. عايز اقسمه مره على 10 ومره على 100 ومره على 1000. احنا اتفقنا، ادي العلامه العشريه البوينت مكانها اهو. اتفقنا في الضرب بحرك العلامه ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. في القسمه بقى حركها ناحيه اليسار. هضرب في 10 احرك رقم 1، ادي العلامه فين مكانها؟ اهي بين السبعه والاثنين. احرك رقم 1 ناحيه اليسار تيجي بين الخمسه والسبعه كده، رقم 1 اهي. يبقى العدد كام؟ 35 و72 من 100. ادي البوينت احطها مكانها. كده انا ضربت في ايه؟ ضربت قسمت على ايه؟ على 10. تعالوا نقسم على 100. ادي العلامه مكانها. احرك كام رقم؟ رقمين ناحيه اليسار. ادي 1 ادي 2. يبقى العلامه هتيجي فين؟ بين الثلاثه والخمسه. اروح حاطط العلامه. العلامه العشريه اللي هي البوينت. طب انا عايز اقسم على 1000. ادي العلامه العشريه مكانها. احرك كام رقم؟ ايوه برافو عليكم، 3 ارقام. ادي 1 2 3. هيجي تالي بيقول لي يا مستر مش انت قلت لنا لو جت في الاخر احذف العلامه؟ اقول له لا غلط، انا ما قلتلكش لو جت في الاخر ناحيه اليسار احذفها. لو حذفتها يبقى انا كده ضربت ما قسمتش، ضربت في 10. لو العلامه اتحذفت بقت 3572 يبقى انا كده ضربت في 10 ما قسمتش. امال اعمل ايه؟ اروح حاططها في الاخر خالص. طب ما فيش حاجه جنبها احط صفر، ما فيش مشكله خالص. يبقى احنا كده عرفنا ان انا لما بضرب في 100 او بضرب في 1000 او بضرب في 10 بحرك العلامه ناحيه الايه؟ اليمين. بقسم على 10 او 100 و1000 احرك ناحيه اليسار. اقسم على 10 حركت رقم 1 ناحيه اليسار. قسمت على 100 حركت رقمين. قسمت على 1000 حركت 3 ارقام ناحيه اليسار. تعالوا بقى نشوف امثله على السبوره ونحلها مع بعضنا. لو قال لي 7.2 من 10 عايز اقسمها على 10. 7.2 من 10 عايز اقسمها على 10. احنا اتفقنا لما اقسم على 10 بعمل ايه؟ احرك العلامه ناحيه اليسار. هيجي واحد يقول لي يعني اكتب كده 72. اقول له غلط، انت كده حركت العلامه ناحيه اليمين، انت حذفت العلامه. انا قلت لك بحركها ناحيه اليسار. هتيجي فين؟ في الاخر خالص كده. طب ما فيش حاجة بعديها، صفر، الصفر ده مش هيأثر معايا في حاجة، يبقى الناتج كام؟ 72 من 1000، 72 من 100. يبقى 72 إيه؟ جزء من 100. نشوف عدد تاني. لو أنا عندي 36 و9 من 10، عايز أقسمها على 100. أحرك كام رقم؟ اتفقنا هقسم على 100 أحرك رقمين ناحية اليسار. ادي رقم ادي 2. يبقى العلامه جت فين؟ جت في الاخر. ولو انا طبقتها لك حطيت العلامه ايه عشان اللي مش واخد باله؟ اهي العلامه. حرك العلامه. ادي رقم 1 يبقى انا كده قسمت على ايه؟ على 10. برافو. طب رقم تاني يبقى انا قسمت على ايه؟ على 100. يبقى ادي عند العدد اهو 369 من ايه؟ من 1000. طب لو انا عندي العدد ده مش 10، يعني قال لي مثلا 20 30 40 وهكذا 50 70 80 اي عدد من الاعداد دي، ايه اللي هيواجهني هنا؟ يعني عندي عدد زي كده بيقول لي على 20، في مشكله؟ اقول له لا مفيش مشكله، احنا اتفقنا ان ال 20 عباره عن ايه؟ 2 في 10 او 10 في 2. يبقى انا هقسم مره على الاثنين ومره على 10. يا اما اقسم على 10 الاول وبعد كده الاثنين، نفس الناتج هيطلع لي اهو. يبقى العدد اهو 12 و4 من 10 على 20.
على 20 احنا اتفقنا هنقسم ال 20 نخليها 2 في ايه؟ في 10. يبقى انا هقسم على الاثنين واروح قاسم على 10. تعال اقسم معايا على الاثنين كده. 12 على الاثنين، طبعا 1 على الاثنين ما ينفعش. هاخد ال 12 كلها. 12 على الاثنين فيها ال 6. البوينت احطها مكانها. 4 على الاثنين فيها ال 2. يبقى انا كده قسمت على الاثنين. اقسم بقى على 10. احنا اتفقنا اما اقسم على 10 احرك رقم 1 ناحيه اليسار اهو. يبقى 2 وايه؟ و60 من ايه؟ من 100. طب نشوف امثله ثانيه. لو انا عندي عدد زي كده، عدد ما فيهوش علامه عشريه، بيقول لي اقسمه لي على 500. اسال نفسي سؤال، ال 500 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 100 في 5 او 5 في 100. يبقى انا مطلوب مني اقسم على ال 5 وعلى ال 100، يا اما اقسم على ال 100 وال 5. بدات بده صح؟ بدات بده صح. لو انا جيت قلت 335 على 5 على 100. لو واحد بدأ بال 100 زي ما انا قلت في الاول صح، هيطلع نفس الحد. طب 335 على 5 هقسمها ازاي؟ محتاجه مني قسمه مطوله، واحنا خدنا في سنه رابعه القسمه المطوله وخدناها كمان في الترم الاول. تعال نشوف كده. ثلاثة على الخمسة طبعا زي ما احنا متفقين ما ينفعش، هاخد رقمين مع ايه؟ مع بعض. 33 على الخمسة هتقول لي أقرب حاجة ليها ال 30. 30 على الخمسة فيها الستة، أروح كاتب فوق الستة وهضرب 6 في 5 ب 30. اطرح كده معايا. 3 ناقص 0 هيديني 3، و3 ناقص 3 0. بعد ما بقى اطرح بعمل ايه؟ بنزل الرقم. أروح منزل الخمسة. 35 على الخمسة فيها كام؟ برافو عليكم، على فيها السبعة. يبقى 7 في 5 ب 35. اطرح انتهت المسألة، يبقى الحل كام؟ 67. أنا كده قسمت على الخمسة. يبقى 67. أروح قاسم على ال 100. وفي ملاحظة أنا قلتها في القسمة، أنتوا خدتوها كتير في القسمة المطولة، إن أنا 3 على 5 ما ينفعش، كنت المفروض بحط صفر. بس هو عشان صفر على الشمال انا ما حطيتوش، لكن لو في وسط المساله لازم احطه. لازم نلاحظ الملاحظه دي كويس جدا عشان ما يجيش واحد يقول طب ما في صفر هنا يا مستر، اقول له صح برافو عليك، بس هو عشان صفر على الشمال انا ما حطيتوش لانه مش هيبقى ليه قيمه. 67 اما اقسمها على 100، طب ما فيش علامه عشريه هنا، اعمل ايه؟ اسال نفسي سؤال، هي العلامه العشريه امتى ما كانتش بتتكتب، ما كانش بيبقى ليها قيمه؟ لو جت في الاخر خالص. يبقى هي مكانها في الاخر خالص. عايز احركها بقى رقمين عشان اقسمها على 100. اما اقسم على 100 العدد دوت احرك العلامه العشريه رقمين. تعالوا نشوف كده عشان اللي مش واخد باله. لو انا حطيت ادي العلامه العشريه، احنا حطيناها في الاخر خالص لان هي اصلا مش موجوده، يبقى مكانها في الاخر خالص ما اتكتبتش. حرك رقمين، ادي رقم ادي 2. يبقى تتحط فين؟ في الاخر، ما تقوليش اتحذفت، لان لو اتحذفت يبقى انا 67 على 100، 67 ما عملتش حاجه. يبقى ال 100 دي اكنها واحد. يبقى احطها في الاخر خالص، مفيش حاجه جنبها الصفر اللي انا قلت عليهم. يبقى انا عندي، لو انا عندي عدد كبير زي كده انا بقسم العدد. نشوف مسائل ثانيه عشان اللي ما فهمش المسالتين دول. لو انا عندي عدد زي كده عايز اقسمه على 2000. اسالك سؤال، ال 2000 دول عباره عن ايه؟ هتقول لي 1000 في 2 او 2 في 1000. يبقى انا هقسمها على خطوتين. هقسم مره على الاثنين ومره على ال 1000، او ابدا بال 1000 عادي مفيش فيها مشكله. ادي العدد اهو. اقسمه على الاثنين وعلى ال 1000. طب 1.36 يعني 1.36 من 100 عاوز اقسمها على الاثنين، محتاجه مني قسمه مطوله. تعال ركز مع بعض فيها. ركز معايا كويس،
عشان المسألة دي عاوزة مني شوية تركيز. واحد على الاثنين ما ينفعش، حط الصفر. طب حطيته ليه؟ عشان انا محتاجه، عشان في علامة عشرية. اعمل فيها ايه؟ ارفعها فوق في الناتج واخد رقمين مع بعض. يبقى انا هاخد ال 13. 13 على الاثنين اقرب حاجة ليها 12 على الاثنين، فيها كام؟ فيها 6. 6 في 2 ب 12. اطرح 3 ناقص 2 يديني 1. 1 ناقص 1 0. نزل ال 6 16. 16 على الاثنين فيها 8. برافو عليكم. ادي 8 في 2 ب 16. يبقى انا كده قسمت على ايه؟ على الاثنين. الناتج اللي هيطلع لي اهو 68 جزء من 100. كده قسمت على الاثنين. اقسم لي بقى على ال1000. هتقول لي طب في مشكله؟ المشكله انا عايز احرك 3 ارقام. طب ما فيش ارقام هنا. اقول لك زود بقى اصفار. ما اصفار الاصفار اللي انا هزودها هنا مش هتاثر معايا في الحل حاجه. زود اصفار. انت عايز تحرك كام رقم؟ 3 ارقام. يبقى زود لي صفرين هنا اهو، وحط العلامه، ما فيش بعدها حاجه، يبقى بعدها صفر. نشوف مساله ثانيه عشان اللي ما كانش متابع معايا دي. لما يجي يقول لي 126 على 600، اروح اسالك نفس السؤال، ال 600 عباره عن ايه؟ هتقول لي 100 في 6 او 6 في 100. يبقى انا هقسم على ال 6 وعلى ال 100. يا اما ابدا بال 100 زي ما انا قلت في الاول ما فيش فيها اي مشكله. اهو 126 على 6 على 100. اقسم على ال 6. دي مش محتاجه قسمه مطوله. 1 على 6 مش هينفع، اخد الرقمين مع بعض. يبقى 12 على 6 فيها الاثنين، و6 على 6 فيها الواحد. يبقى الحل 21. هيجي واحد يقول لي في صفر هنا، قلت لك صفر على الشمال، انا مش محتاج اكتبه. قسمت على 6. تبقى احنا كده خلصنا الجزء ده، خلص مني. قسمت على 6. روح بقى قاسم على ايه؟ على ال 100. يلا 21 على 100، مفيش علامة عشرية. اتفقنا لما بيكون مفيش علامة عشرية احطها في الاخر خالص. حرك رقمين، ادي 1 2، يبقى اتحط فين؟ في الاخر اهي العلامة العشرية. حرك رقمين، ادي 1 2 يديني كام؟ 21 جزء من ايه؟ من 100. نشوف برضو مسألة تانية. بيقول لي 84 على 4000. ال 4000 عبارة عن ايه؟ ال 4000 عبارة عن 4 في 1000 او 1000 في 4. يبقى انا هقسم ال 84 على ال 4، والناتج اللي يطلع لي اقسمه على 1000. اقسم على ال 4. 8 على ال 4 فيها الاثنين، 4 على 4 فيها الواحد. يبقى 21 اقسمها على ايه؟ على 1000. محتاج ان انا احرك العلامه العشريه كام رقم؟ 3 ارقام. ادي العلامه العشريه. طب ادي 1 2. طب ما فيش في رقم ناقص. اروح حاطط ايه؟ صفر. احنا اتفقنا صفر على الشمال ما كانش ليه لازمه، فلو انا حطيته برضو مش هيأثر معايا في الحل حاجه. ادي 3 ارقام اهو، 1 2 3. يبقى يديني ايه؟ 21 جزء من 1000. يبقى انا هنا لو انا عندي عدد كبير وفي النهايه زي كده بقسمه 4000 مثلا، 4000 5000. ونتمنى لكم التوفيق جميعا. يا رب كلكم ان شاء الله تكونوا متفوقين دائما. والواجب نحل المسائل اللي هي على درس القسمه على 10 100 1000 في كتاب التدريبات، نحلها كامله. ونتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله.